اني اسوي عند المزارع وصلني الري عندهم من البير على بركه اسمنتيه. ماسوره اربع بوصه تصب البركه الاسمنتيه ويروح للزعماء. فهذه تقليديه ما فيها اي شيء ولا فيها اي متعه. فجت الفكره بدل الماسوره ليش ما يكون سلم؟ وبعدين بحيث انه فجت الفكره على اساس بدل الماسوره وبركه بدل ما يكون بركه اسمنتيه تكون بحيره. على الاساس هذا انه يكون سقيا المزرعه عن طريق شلال وعن طريق بحيره، ما تكون بركه اسمنتيه ولا تكون مفروضه. فبدات الفكره عمل في 410 وسوينا البحيره هذه وبدينا بالشلال هناك. بعدين فكرنا انه نحتاج شلال شيء ملال يعني ملازمك. فجت خطوط المغاره انه يكون من داخل هذه. فبدات فكره انه تكون مغاره فيها مطبخ وفيها جلسه وفيها منشط وبرا الشلال. وهي كانت بسواس يعني للمزرعه يعني انا خاصه. فجبنا الحجر هذا على هاي لفه على 84 كل الطفل هذا على هاي لفه. فرعنا على الكتاب. ورقيات ورقيات تصورون. ف في شيء ليه يعني 35 كيلو اللي الصخور الاساسيه دي الصخور السوداء الكبيره وفيها الصخور الديكور هذه اللي تشوفها عوامل تعرف هذول الديكور هذه من عيون الجوع اي والمروه الابيض من العبيل من عندك اجل الله الدين عليك لا يا اخي ملايين السنين قاعد عندكم ما استفدتوا منها اي بس انا حق ارضنا فهذه ثلاث مناطق الابيض من عندكم الصخور هذه حقت الجيران من العنيزه هذا من عيون الجوع بعدين لما سوينا المغاره هذه والشلال وبدينا رحلات يعني في التفجير للصخور وجدنا صخور جميله فقلنا نسوي معلم ثاني جنب عندنا الصخور فسوينا المعلم هذا المغاره الثانيه. دخلت انا لا انا بندخل في المكتب على الماء فسوينا المغاره هذه على اساس وجدنا عندنا الصخور. لكن حركه اسكت اللي على مكتب المغاره دي يطلعك على جوال قصير. اوه الدرس فلما سوينا المغارتين هذه برضو كانت خاصه. بعده جاء المحافظ وشافها قال هذه لابد تكون للبلد. فجت فكره عمليه الاستثمار ففتحتها للسياحه سنتين. والسنه هذه يفترض اني افتحها للسياحه. بس ما كان في تنفس بيني وبين السياحه يعني ف هذه خلاها مسكره الان. المشروع جاء مقبل على مشروع ان شاء الله استثماري. منتزه كم تقريبا زوار اللي زاروها التقريب؟ والله يا اخي كثير لانه حتى وضعت ثلاث دفاتر للتسجيل الزوار ولما قرات كلامهم عنه نسينا التعب ونسينا كل حاجه، كتبوا كلام جميل 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 يعني ولا جميل. تقريبا يعني الزوار والله لا ما كان فيه رفض لانه يجي باليوم على كم تقريبا؟ والله احيانا يجي 100 باليوم 100 لكن يجي من كل القصيم رجال ونساء رجال ونساء من كل القصيم حلو من بريده من الرس تفتح طول العام ولا طول الاطلاق؟ لا لا كانت تفتح بالسياحة من شهرين بس موسم التنشيط حتى رمضان موسم التنشيط نفتح حتى رمضان دخول مجاني لكن ان شاء الله فيه انه بتكون ان شاء الله منتجع باذن الله الحمد لله منتجع